بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم معلومة وجايزة. شهر رمضان ليه صفات يختص بها عن غيره من الشهور، منها مثلا إن القرآن نزل فيه، ومنها إن إحنا بنصومه كاملا وما ينفعش حد يفطر في رمضان إلا أصحاب الأعذار. من ضمن صفات شهر رمضان أو الخصائص اللي اختص بيها إن فيه زكاة اسمها زكاة الفطر أو صدقة الفطر. الزكاة دي تجب على كل شخص حضر رمضان حتى لو ساعة، سواء صام أو ما صامش، فهي زكاة واجبة على كل نفس حضرت رمضان. والعلماء خدوا ده من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير، إلى أن قال على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير. كل سنة بيحصل لغط، نطلع زكاة الفطر قيمة ولا نطلعها سلعة ونعمل إيه؟ عايز أقول لحضراتكم إن الأفضل والأأمن إن إحنا نلجأ للمؤسسات المعنية اللي بتصدر الفتوى، وهي دار الإفتاء المصرية. دار الإفتاء المصرية بتقول إن زكاة الفطر السنة دي قدرها 35 جنيه. حسبوها إزاي؟ حسبوها بناء على سعر القمح اللي هو أغلب قوت أهل مصر، وبناء عليه طلعت قيمة زكاة الفطر في شهر رمضان اللي هو 1445 بتساوي 35 جنيه. ولا بأس، اللي عايز يطلعها فلوس يطلعها فلوس، اللي عايز يطلعها سلع يطلعها سلع، لكن الأفضل للفقير طبعا إن هو ياخد الفلوس ويجيب بيها اللي هو عايزه. وقتها بقى مختلف فيه من أول يوم رمضان زي ما السادة الأحناف قالوا لحد قبل صلاة العيد، والوقت الأفضل قبل العيد بيوم أو بيومين علشان نخرج من الخلاف، والخروج من الخلاف مستحب. ده كان معلومة أو جزء من المعلومات بسرعة كده عن زكاة الفطر. أما سؤال النهاردة فبيقول في نبي ربنا سبحانه وتعالى قال عنه في القرآن وذنوني إذ ذهب مغاضبا، مين هو هذا النبي الذي وصفه الله بذنون؟ خلينا نشوف الناس جاوبوا علينا السؤال ده وقالوا ايه. طيب يا حاج، احنا معانا سؤال النهارده. السؤال بيقول وذنوني إذ ذهب مغاضبا، ما معنى ذنون؟ مين هو ذنون ده؟ نبي هو مين؟ بس اقول لك بس قال لك ربنا كده بس عليه وذنون. لا مش عارف. نورتنا، شكرا جزيلا. لا. سيدنا موسى. في نبي من الانبياء ربنا قال عنه في القران وذنوني إذ ذهب مغاضبا، مين هو ذنون؟ لا للاسف مش عارف بصراحه. اللي هو كان بيدعو قوم لوط تقريبا، قوم عاد، حاجه زي كده، مش عارف. بنفكر حضراتكم بسؤال حلقه النهارده. السؤال بيقول مين هو النبي اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عنه وذنوني إذ ذهب مغاضبا؟ السؤال لحضرتك، مين هو بقى ذنون؟ المقصود بمين؟ سيدنا يونس عليه السلام، وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. أنت عارف سيدنا يونس كان منين؟ لا بصراحة. عارف بلده يعني؟ لا. طيب حضرتك كلمة النون، ذنون، النون هنا معناها إيه بقى؟ ذنون معناها ممكن إنسان غاضب أو صاحب، ممكن صاحب الحوت او معتقد يعني. ايوه، النون بقى معناها الحوت، بقى ذنون يعني صاحب الحوت، يعني ذنون يعني صاحب الحوت، ذهب حزين. عارف بلد سيدنا يونس ايه؟ سيدنا يونس معتقد العراق، مش عارف ولا. احسنت، فعلا العراق، هو من نينوى في العراق. ايوه احسنتوا، جزاكم الله خير، انتوا الاثنين كسبتوا معانا النهارده، الف مبروك، كسبتوا معانا جائزه البرنامج. اتفضل حضرتك بقى، انتوا هتاخدوها بالمناصفه بقى. وفعلا سيدنا يونس اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عنه وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا سبحانه وتعالى بعد ما سيدنا يونس قال هذا الدعاء استجاب له ونجاه مما كان فيه. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا وإياكم من كل كرب، وأن يحفظنا وأن يحفظ بلادنا وأن يحفظ أمننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.